هنسى ايام ما كان بيلعب في الاهلي، وكان ما شاء الله الله اكبر حاجه نفتخر بيها في وهو اثناء ما كان بيلعب في النادي الاهلي، وما زال لغايه دلوقتي احنا بنفتخر بيه ومفتقدينه في العمل في النادي الاهلي بصراحه. الكابتن ربيع ياسين ده من احب الناس الى قلبي انا شخصيا، وهو يعلم هذا، وانا عايز اقول له يعني ايه السر اللي بينك وبين ربنا عشان كل الناس على مستوى العالم كلهم بيحبوك كده، ايه السر اللي بينك وبين ربنا؟ لعيب ممتاز وقعد مده طويله في النادي، وكان صخره من صخور الدفاع، وعلاوه على اخلاقه العاليه. كابتن ربيع كان بيدرب فرقه تحت 21 سنه ونجح فيها بامتياز، ووصل بيها وصل في التدريب لمراحل متقدمه جدا. ليه احنا الاتحاد المصري ليه ما بنستفدش من الموهبه دي؟ وخصوصا انه لاعب كان لاعب جميل جدا وكان لاعب جامد، ليه ما بنستفدش بيه ونستغله في المنتخبات بتاعتنا؟ احب اقول له ربنا يديله الصحه، واحسن واحد كان صخر الدفاع فعلا وقيمه وقامه، وشفناه وهو مدرب طلع اجيال وهو مدرب، ومدرب بصراحه انا ما شفتش ازاي يعني اللي حتى الولاد الصغيرين طالعين 100 100. مفتقدينك كابتن ربيع، ونحب نشوفك في الملاعب لتمثل قيمه مفتقدينها. كابتن لازم توجه الفتره ديت استشاره كبيره للكابتن محمد رمضان ان هو يقفل على الفرقه ويحاول يركز اكتر الفتره اللي جايه ديت، ويا ريت ما يطلعش في الاعلام الفتره اللي جايه خالص. اقول له وحشنا يا كابتن ربيع، وعايزين نشوفك، وليه ما بتشتغلش في تدريب دلوقتي؟ ليه يعني انت قيمه؟ اللي بيحصل في النادي الاهلي ده واللي بيحصل في لعيبه النادي الاهلي ده كان موجود اياميكم، ولا كنتوا بتموتوا نفسكم علشان تعملوا اسم النادي الاهلي؟ المفروض اللعيبه تبقى تبص للناس دي، وتبص للعيبه اللي زي كابتن ربيع ياسين وكابتن شوبير وكابتن ثابت البطل والناس دي، وتعمل زي ما قلت. كابتن ربيع بقى انا احب اساله، يعني احب اساله مثلا رأيه في تعيين كابتن محمد رمضان مثلا في مدير كرة في النادي الأهلي، أحب أسأله عن مثلا كابتن حسام حسن إيه رأيه في كمدرب للفريق الأول لمصر. عايز يعني أنا عايز آراء بقى كابتن ربيع ياسين في الكورة والنهضة بالنادي الأهلي، وبما إنه تاريخ فلازم بقى يفيدنا.